بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم للجلسة الثانية، وإن شاء الله ما نكون ثقال على ضيوفنا الأعزاء. رجعنا فريدة، دكتورة فريدة أختي العزيزة، رجعنا إلى موضوع، نكمل موضوع القوامة. كنا آخر جلسة كنا اختتمناها بسؤال، صحيح؟ نعم اختتمناها نعم بهذا السؤال، صحيح؟ قلنا كان آخر شيء، آخر سؤال كان عن القوامة نفسها. هل طرحنا عدة أسئلة عن القوامة نريد أن نجيب عليها في هذه الجلسة، في إن شاء الله في خلال 10 دقائق. طيب، كيف سنعالج هذه المسألة؟ من خلال نقاط أو أسئلة نحاول نجيب عليها. هل القوامة تكليف أم تشريف؟ هل قوامة الرجل تسلب المرأة حريتها؟ هل قوامة تمنع المرأة من اللجوء للقضاء المطالب بحقها كما في صورة المجادلة؟ هنا قبل أن يعني نبدأ، أستحضر قصة حالة لامرأة، وأظن أنك أيضا استمعت الكثير من الحالات فريدة، دكتورة فريدة، حول تقريبا نفس المشكلة. فنحن نريد ناخذ هذه الحالة ونفصل فيها. لماذا وصل الوضع إلى هذا الحد؟ لماذا انتهى وضع المرأة إلى هذا الحد؟ هل المشكلة في المرأة نفسها ولا في مفهوم قوامة الرجل فقط؟ أم هناك أسباب أخرى؟ هنا تحضرني حالة لامرأة، يعني فعلا يعني كل ما أتذكرها أتألم جدا. هاي المرأة المسكينة كانت تعمل، ويعني كل ما تطلع في الصباح يعطيها زوجها فقط مقابل فقط قيمة تذكرة الباص، والراتب يستلمه كله ولا تأخذ منه فلس، يعني عبد، صارت سجينة عنده، يوظفها كيف ما يشاء، يبعثها في الصباح الباكر، يعطيها حتى قيمة الغداء ما يعطيها، والمساكين الزملاء كانوا يتصدقوا عليها لمعرفتهم بحالها. شيء يعني مؤلم جدا، وكل مرة أخوها يصر عليها طلقي من هذا الإنسان، هذا مش إنسان، هذا مش بشر. مسكينة لتعلقها بأطفالها قبلت بهذا الذل وهذا مسح الكرامة، ما أعرف كيف أصفها، يعني حتى الإيماء كانوا سابقا يعني كانوا يشتغلون، أو يعني على الأقل كانوا يعني يتكفل كما يقولوا سيدها بأكلها وشربها. يعني آل وضع المرأة إلى ما هو يعني أحط من هذا، يعني سجينة بمعنى الكلمة. ما السبب؟ هل إلى هذا الرجل هل استغل قوامته؟ دكتورة ليلى، يعني هذا المثال اللي أنت ذكرتيه هذا موجود منه عشرات، صراحة عشرات، في بلدنا، في البلاد العربية، في البلاد الإسلامية عموما موجود هذا. هذا هو الاستثناء من الأصل. المفروض أنه إحنا الشرع، الآيات القرآنية كريمة، فامسكوهن بمعروف، سرحوهن بمعروف، عاشروهن بمعروف، يعني هذه اللي هي إحنا نسميها حدود القوامة. يعني الرجل هو القيم على البيت، نعم، ولكن في حدود. الله سبحانه وتعالى أعطى حدود، أعطى حدود لهذه القوامة. عندنا حدود ربانية، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الرجل هذا تعدى على حق زوجته في مالها، تعدى على حقها الإنساني في أنها تستمتع بحياتها بعيدا عن الظلم. يعني هنا الرجل مارس عليها الظلم، وهي نموذج، وهو نموذج الخاطئ والنموذج السلبي. هل هذا بسبب الإسلام؟ هل هذا بسبب القوامة؟ لا، هذه أعراف. هذا رجل مثلا مريض نفسيا، رجل أراد أن يستعبد هذه المرأة لأنه رأى في تاريخهم، يعني أو رأى في أسرته مثل هذه النماذج، أو هو رجل لم يتعلم، يعني رجل ما تعلم، ما علمته أمه كيف يعامل أخته، ما عملته، يعني هذا هو في خلل. هل يظن، ألا تظن أنه استقى هذا السلوك هذا من فهمه للقوامة، من لا سوء أبدا فهمه أبدا، للقوامة؟ لأن لا البعض منهم يرى أنه لأنه قوام يفهم
أن أيوة القوامة تعني أن هو تشريف وليس التكليف. فهو لذلك هذا احنا، هو لذلك احنا المطالبين، لذلك نحن الآن مطالبين كنخبة الأمة الإسلامية، الأساتذة، الأئمة في المساجد، دائما يجب أن نتحدث عن الموضوع هذا، أنه القوامة ليست تشريف بل هي تكليف، هي مزيد من الأعباء المطلوبة من الرجل، اللي هي احنا قلنا ولهن مثل الذي عليهن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. شو هي هذه الدرجة اللي هم أكثر الفقهاء فسروها؟ هذه الدرجة هي القوامة. القوامة هي ليست تشريف، هي التكليف، أننا أعطينا الرجل مهام جديدة، وهذه المهام واللي هي إحنا الآن المطالبين، يعني إحنا نأخذ هذا النموذج دكتورة ليلى، هذا النموذج من أجل أننا نصحح المفاهيم للذين يسمعوننا من بناتنا ومن شبابنا، وخاصة المقبلين على الزواج، من أن هذه القوامة التي الله سبحانه وتعالى أعطاها للرجل أو للزوج بسبب، أولا عندها أسباب فطرية بما فضل الله به بعضهم على بعض، وبسبب الكسب بما أنفقوا. إذن هذا هو حدودها. وعندنا الشيء الأساسي الذي يجب أن يفهمه كل شخص، وحتى الزوجة يجب أن توضح هذا لزوجها إذا هو يعني ما غائب عليه الفهم هذا، أنه عقد الزواج لا يلغي أهلية المرأة، وعقد الزواج لا يلغي ذمتها المالية أبدا. فرجل خطب امرأة وهي عاملة، معناها أنه قبل أن هذه المرأة تعمل، وبالتالي إذا هو قبلها أن تعمل فستواصل العمل بعد الزواج. الآن الزوج سيكون عنده مشكلة أو إشكال إذا هي أخلت ببعض الواجبات المنزلية اللي هم مشتركين في أدائها، أما أنه يأخذ مالها فهذا صراحة هذا أكل مال الباطل، أكل المال بالباطل، أو هذا الظلم، الرجل ظلم زوجته. وإحنا عندنا قصص كثيرة، النساء لجأت إلى المحاكم. دكتورة ليلى، إحنا عندنا الآن في مؤسسة الزواج، المرأة الرجل بيدها الطلاق مثلا، هذا مثال، والمرأة بيدها الخلع، وإذا هي مش حابة أنها تخالع تذهب إلى القاضي من أجل أنه يفرق بينهم. فالمرأة إذا هي مش قادرة تحل مشاكلها أو بعض الإشكالات التي تراها غير صائبة داخل مؤسسة الزواج أو داخل الأسرة الكبيرة اللي هم أهلها وأهله وإخوانه وإخوانها هي، فلها الحق أنها تذهب إلى المحكمة، حتى ولو هو أنه يريد أنه مثلا في حالة في القصة اللي أنت حكيتيها وقصص أخرى كثيرة، أنهم سلبوهم أموالهم، أنهم كتبوا البيت باسم الرجل، يعني هي يمكن نقول أنها انتشرت هذه الظاهرة، انتشرت انتشرت. بقوة في كل دول العالم الإسلامي، وهذه يعني جاءت يعني قصة طويلة في الموضوع كيف وصلت إلينا، أصلا جاءت من الغرب ووصلت إلينا تدريجيا حتى وصلنا إلى هذا الحال. يعني خلينا نتفق حول أن الأصل أن الرجل مفطور على أن يكون قيم على المرأة نعم بماله لينفق عليها حتى تتولى صناعة هي الجيل، ومعظمها من صناعة، ومنحه الله عز وجل ذلك الجسد ليس هكذا يعني من باب التشريف بل بالتكليف أيضا لحمايتها والصبر على الكد وإلى آخره. طيب هذا الأصل يعني فيه، دكتورة لكن ليلى، هذا معناها الذي أنت تري أننا يجب أن نوضح للرجل وللمرأة ما هي واجباتهم داخل مؤسسة الأسرة؟ لا، أنا أريد أصل إلى مسألة، يعني أيوة ما دامت الظاهرة هذه انتشرت طيب نعم في وسط المجتمع، من وراء إنتاج هذه الظاهرة؟ من وراء هذه الظاهرة؟ من الذي تسبب في إنتاج هذا النوع من الرجال اللي يعني فقدوا فطرتهم؟ يعني من نتائج هذا التراجع، هذا من نتائج هذا التراجع انتشار ظاهرة المرأة تعمل وزوجها لا يعمل، انتشرت صحيح، كثير موجود كثير موجود انتشرت، وصارت تكاد تصبح غريبة، يعني نعم المنظر لا يقبله العقل، تجد المرأة اللي تشتغل وحامل وتتحمل والزوج جالس في البيت، يعني ما شاء الله، يعني بحجة أنه أوجد العمل أنا لا الأصلي. يجد. يقول هذا هو، هذه مبررات من بين المبررات. صحيح لكن أيضا من نتائج هذا التراجع، هذه الفطرة
أيضا تحول هذا الإنسان إلى الرجل إلى ذكر، يعني لأن الرجولة مرتبطة بهذا التكليف، هذا يتحول إذا نزول الرجال عن مرتبة رجل إلى ذكر، ويتحول تحوله إلى إنسان غير سوي، لأن الرجل لما لا يعمل لا يؤدي غير هذه مسؤول. الوظائف ويجد نفسه يعني نازل على الدرجة، يتحول إلى وحش، يصير يريد يستبد يستغل. أنا أرى أنه من بين الأسباب التي أدت إلى انتشار هذا الظلم في هذا الوسط، أو في وسط الرجال على أيوة النساء، بسبب تراجع هذه الفطرة هذه. يعني من الذي حوله إلى هذا الإنسان؟ لماذا صار يظلم هذا الرجل؟ لماذا صار يتصرف، يعني سلوكياته كلها صارت، يعني أغلبها صارت التربية يعني عنيفة. يعني إذا ترجع عدة أسباب، التربية التربية في هنا البيت. أيوة، إذا نرجع هنا إلى نبدأ نتكلم عن الأسباب تراجع هذه الفطرة، صح ولا لا؟ يعني نعم ما الأسباب؟ يعني ما نبدأ بأول سبب ونختمه، ونكمل إن شاء الله في الحلقة الجلسة القادمة إن شاء الله السبب الثاني. نقف عند السبب الأول، تقاليد. التقاليد، نعم، عدم تعلم المسؤولية، عدم التعلم المسؤولية. أيوه لم صحيح، يربى الـ 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 لم يربى الـ الأولاد الذكور على تحمل المسؤوليات. صحيح، من جهة نعم هذا من جهة تفضيلهم. هذا يعني رغم أن دائما نقول أن العادات والتقاليد وتغيرت، لكن ما زال هذه الجزئية ما زالت أنه دائما الأولاد الذكور عندهم مكانة خاصة في نعم الأسرة، ولحد أيوه الآن ما زلنا نعاني منها، حتى يعني في تفضيلهم مثلا على البنات ما زال طيب، موجودة. هذه يجب أن نناقشها صراحة. إذن هذه إن شاء الله بإذن الله سنناقشها في الجلسة بشكل مفصل أكثر، ونعرض الأسباب الحقيقية لتراجع هذه الفطرة على كل المستويات، بإذن الاجتماعية والقانونية أيضا، وتأثير المجتمع الدولي على في قوانين المجتمع الدولي الذي صار يفرض علينا أيضا إن شاء الله. لكن مع هذا الدكتورة ليلى، مع هذا يجب يعني قبل أن نختم بشيء مهم جدا، هو أيوة. أنه الرجل مهما كانت صفاته، يعني الرجل أو الزوج مهما كانت صفاته داخل مؤسسة الأسرة، فيبقى هو القيم على الأسرة بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قيود، أو بالأسباب اللي هي الأسباب الفطرية بما فضل الله بعضهم على بعض، وبالأسباب الكسبية بما أنفقوا. يعني هذا لا يلغي مسألة القيامة، حتى القوامة، حتى ولو كانت المرأة عاملة، يعني أبدا، حتى ولو كانت المرأة عاملة لا نقول لها أن زوجك لم يعني ليس قيما على البيت، لأنه عمل المرأة شيء وقوامة الرجل في مؤسسة الزواج شيء آخر. وصلي اللهم هنا وسلم على نتكلم، هذه ستأخذنا إلى الكلام عن المراتب. الشريعة أكيد أعطت لكل شيء رتبة، أكيد أكيد فسنتكلم عن هذا، يعني أي إن شاء الله أولى إن شاء الله في بإذن تعالى. الحلقة إن شاء الله الجاية. حافظك الله جزاكم ورعاك خير حبيبتي فريدة، إن شاء نراك الله، إن شاء نلتقي الله، على خير نلتقي إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله. في أمان الله. مع السلامة، حافظك الله ورعاك، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.